هل يجوز سرد حياة بعض الصحابة على شكل رواية أدبية خلقية تظهر محاسن الصحابي لأجل الاتعاظ بسيرته ومبادئه العالية الغالية مع التحفظ والتحري لضبط سيرته؟ ده اللي بينقصنا، لأن الإخوة المثقفون بيعملوا دلوقتي تشويه للصحابة الكرام، فيجيب لك 70% 80% من أحداث التاريخ مظبوط، وبعدين يحط الفلفل والشطة بتاعته اللي هو 30% كذب كله، وبعدين تقول له بتعمل كده ليه؟ قال لك رواية يا أخي خيال، حبكة درامية. فده احنا مفتقدين ان الناس الملتزمة الفاهمة تعمل روايات وتعمل دراما وتعمل حاجة تقدمها في مقابل هذا الحمق الذي يتم الآن لهدم قداسة الأولين. ده حمق، ما فيش أمة بتسخر من تاريخها ولا تتبرأ منه. لا نقف عند أزمانهم، نعيش عصرنا ونفيد مصرنا، ولكن في نفس الوقت لا نكر على الماضي بالبطلان، بل نأخذ منه المناهج ونأخذ منه الخير ونبشر به العالمين.